للمزيد عن الأسواق العالمية ينضم إلينا من دبي رئيس قسم الأبحاث في شركة إكويتي جروب السيد رائد الخضر. أهلا وسهلا بك رائد معنا على سكاي نيوز عربية مجددا. أسعار أو أسواق العالمية وخصوصا هناك توترات، لكن فيما لو قارنا ما حدث قبل الضربة على العراق وقبل الضربة على سوريا الموضوع مختلف تماما. مؤشرات الخوف لم ترتفع يوم أمس، أين نتجه في الأسواق العالمية حاليا؟ حقيقة يعني سواء كان في عندنا ارتفاع بمؤشرات فيكس أو مؤشرات الخوف أو لا، يتضح على الأسواق وعلى سلوك الأسواق خلال تعاملات يوم أمس تعزز الرغبة باللجوء للملاذات الآمنة والابتعاد عن الأصول ذات المخاطرة العالية، وهذا ما يعني رأيناه بوضوح أكبر كيف بارتفاعات الذهب، بارتفاعات أسعار النفط يعني إلى درجة كبيرة. كان هناك تفاعل سريع ولكن عودة أيضا نوعا ما سريعة، يعني نحن عم نشوف أنه في نوع من التعافي إلى الاستقرار، ميل إلى الاستقرار بالنسبة للدولار الأمريكي مع يعني اقترابنا أكثر من موعد الضربة أو موعد ارتفاع حدة التوترات السياسية بشكل أكبر. إجمالا طبعا يعني نرى أنه مستوى الذعر حتى الآن لا يزال يعني منخفض نوعا ما وممكن يرتفع بشكل أكبر كل ما اقتربنا أكثر من نهاية تعاملات هذا الأسبوع. هذا يفسر أنه ممكن أنه نشوف ارتفاعات أكبر على الملاذات الآمنة وقلق أكبر في الأسواق. رائد فسر لي شيء معين، ارتفاع الذهب يوم أمس حوالي 30 دولار في فترة بسيطة جدا منذ أن قام دونالد ترامب بالتغريدة، العوائد على السندات الأمريكية تراجعت، الدولار تراجع، أسعار النفط ارتفعت بشكل كبير، لكن الأسواق العالمية وكأن شيئا لم يكن. كيف يمكن تفسير هذه الحركة التي حصلت يوم أمس ولا زالت تحصل حتى الآن؟ حقيقة أنه كان في عندنا أيضا نوع من التخوفات سابقا بما يتعلق بالحرب التجارية، وكانت الأسواق أيضا تحت الضغط بشكل كبير، يعني مع بعض التصريحات التي كانت من الرئيس الصيني كان هناك نوع من عملية عودة الاستقرار وعودة الارتفاع بعض الشيء بالاتجاه الصاعد ويعني تماسك عند هذه المستويات. إنما يعني خلينا نقول المستثمرين الحذرين إجمالا كانوا قد خرجوا من الأسواق في ظل تخوفات يعني الموجودة فيما يتعلق بالحرب التجارية واستمرار هذه التخوفات، بينما كنا عم نلحظ على الجانب الآخر ارتفاع الطلب على الملاذات الآمنة، ارتفاع الطلب على أسعار النفط المدعومة بالتوترات الجيوسياسية في الوقت اللي نحن عم نشهد فيه إمكانية مزيد من التسارع خلال الفترة القادمة. يعني هذا الأمر ممكن ينعكس بشكل أكبر وقد يضغط على أسواق الأسهم بالانخفاض. رائد يبقى سؤال هنا، من الذي كان يشتري في السوق إذن؟ إذا كانت كل الملاذات الآمنة ترتفع، النفط يرتفع بسبب المخاوف، لكن الفوليوم يوم أمس أو يعني مقدار التداول في وول ستريت في أيضا في دول الاتحاد الأوروبي وفي آسيا كان الفوليوم عالي، من الذي كان يشتري إذن؟ يعني مثل ما ذكرت أنت بتقرير منذ قليل كان هناك بعض البيانات الإيجابية فيما يتعلق بأسهم التكنولوجيا وغير ذلك، يعني هناك نوع من المستثمرين الذين يدخلون على الأمد الطويل والذين ممكن أن يرون في الأسعار الحالية أسعار مناسبة للدخول في الأسواق. حقيقة هذا يعني تفسير مؤقت، طالما لسه موجودين احنا في الحدث ولسه موجودين في الهسل والأسواق يعني تنتظر مزيد من التوترات، يعني أعتقد يعني حجم الشراء كان نوع من اللي شفناه أولا بما يتعلق بقطاع التكنولوجيا وثانيا بعض التفاؤل فيما يتعلق بالحرب التجارية أو هدوء والمخاوف بعض الشيء بما يتعلق بالمخاوف التجارية. أما بالنسبة للملاذات الأمنة فكان الطلب موجود عليها يعني لأسباب أخرى، مشترين جدد خلينا نقول في الأسواق. هل ممكن الحديث أنه كل ما يحصل الآن في الأسواق العالمية على الأقل وأنه لازالت مستقرة على الرغم من تراجعها تابع أو يعود إلى ما يسمى بالهاي فريكونسي تريدينج؟ حقيقة يعني الهاي فريكونسي تريدينج يعني هم مؤثرون بشكل كبير في الأسواق نتيجة إلى كميات الدخول المتكررة والسريعة خلال واغتنام المتغيرات كافة في الأسواق. طبعا المضاربون بشكل عام أصبحوا نوعا ما يؤثرون على الأسواق بشكل مدة زمنية أطول، يعني فترة التوقيت كانت يعني أصبحت أكثر
طولا نتيجة الفولاتيليتي العالية الموجودة في الأسواق، نتيجة كثرة الأحداث أيضا نور في الأسواق اللي نحن عم نشهدها التي تنتقل بنا من ليفل إلى ليفل آخر بشكل سريع، من إيجابية إلى سلبية. يعني أصبح بيئة معززة بشكل أكبر للمضاربة أكثر من المستثمرين طويلي الأجل. سنتابع كل هذه الأمور بالتأكيد خلال الساعات والأيام المقبلة. يبدو سيكون لدينا أيام حافلة في الأسواق العالمية. رئيس قسم الأبحاث في أكوتي جروب السيد رائد الخضر، كنت معنا من دبي، شكرا جزيلا لك.